أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا، وأكيد مشتاق ليكم كتير. طلبت منكم في الفترة اللي فاتت أنكم تدعوا لي، وبشكركم جدا. الحمد لله دعواتكم جت بنتيجة. إن شاء الله الفترة الجاية تكون أفضل ونكون مع بعض بشكل مستمر. حاولوا كمان تكتبوا لي في التعليقات إيه القراءات اللي حابين نعملها، وإيه الموضوعات اللي نفسكم فيها. أنا باخد لها سكرين شوت وبنعملها في المرات اللي بعدها يعني. فاكتبوا لي ده في التعليقات وطمنوني عنكم كلكم. هنعمل مع بعض النهاردة قراءة بقالنا فترة ما عملناهاش، وهي حط شخص في بالك، وهنعمل مقارنة. هو كان ازاي بيشوفك في الماضي وبيشوفك ازاي دلوقتي. مش مهم بقى هو مين، هل شريكك اللي انت معاه شخص منفصل عنه، كراش وما زلت كراش، ايا كان الشخص اللي هتحطه في بالك، هنشوف نظرته ليك ايه في اول التعارف وايه نظرته ليك دلوقتي. هيكون معانا مجموعتين. الاختيار الاول هيكون الحجر الشفاف، وتاني اختيار هيكون الحجر الازرق. اختار بقى بالطريقة اللي تعجبك، مجموعة لشخص في بالك، أكتر من مجموعة لأكتر من شخص، زي ما تحب يعني. هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ حالا إن شاء الله. أوكي، نبتدي بأول اختيار، الناس اللي اختارت الحجر الشفاف. اوكي، انا بشوف ان الشخص ده في ما بينك وما بينه موقف عند، انتوا ممكن تكونوا متجوزين بالفعل او كنتوا متفقين على الزواج. يجوز للبعض منكم في طرف تالت، او انت اكتشفت انه في طرف تالت. يعني سواء اتجوزتوا او لا، هي العلاقة دي فيها طرف تالت تم اكتشافه. فعلشان كده بشوف انه في طاقة عند. يجوز مثلا انت خدت الجنب من الشخص ده وقلت له لما تبقى تعمل اختيار وبقى يعني كلمني او خليك معايا. يعني هو من الواضح ان هو شخص جميل قوي وشخص جذاب، و يعني الناس هي اللي بتطارده مش هو اللي بيطارد الناس يعني. فانا بشوف ان هو شخص مهتم بنفسه قوي، جذاب قوي، شكله حلو، وعلشان كده معجبينه كتار وناس كتير بتحاول ان هي تقرب منه وتكون معاه. يمكن ده ما كانش يعني ما كنتش انت بتلاحظه في بداية العلاقة او بداية ما انتوا كنتوا مع بعض، لكن اخدت موقف بقى وما بقاش يعجبك الموضوع ده. صحيح انت مفتقد الشخص ده قوي، لكن في نفس الوقت انت واخد الموضوع ده عند، وعندك كرامتك يعني هي كل شيء، وعلشان كده انت واخد منه موقف على قد محبتك ليه يعني. المهم ان الشخص ده يعني اول ما شافك في بداية العلاقة تشدلك قوي كشكل، يعني عجبه شكلك، اهتمامك بنفسك، ستايلك، يعني حب ستايلك قوي، عجبه كل حاجة فيك على فكرة، وشافك شخص مميز. ازاي يعني؟ دايما مثلا لما بتنزل حاجة موضة بتلاقي كل الناس لابسينها، او معروف انه هي دي الموضة السنة دي، او كل الناس لابسة الستايل ده أو الألوان دي. أنت مش كده، أنت بتلبس الحاجة المميزة الشيك اللي مفيش زيها، وان بيس يعني بالظبط كده. فشايف إنه في يعني عندك ستايل كده بيميزك، سواء ستايل اللبس أو حتى ستايل الشعر، طريقتك في الكلام، يعني هو شايفك حد كلاسيكي
وليك طريقتك، و يعني ما بتمشيش مع التيار يعني. فهو شايفك شخص مميز سواء كشكل أو كشخصية، ودي أول حاجة شدته ليك في بداية تعارفكم. كمان شايفك إن أنت شخص مريح قوي في الكلام، ويحب إنه الكلام معاك ما يخلصش، يعني يحب إن أنتوا تفضلوا تتكلموا للصبح يعني. فبيعجبه جدا أسلوبك في الكلام، الطريقة اللي بتتناقشوا بيها، ويعني بالظبط كده أرواحكم بتتلاقى يعني، فكريا بالذات وجسديا وكل شيء. شايف إنه بيتشدلك، أو إنه أنت فيك مغناطيس بالظبط كده، شايف إنه أنت فيك مغناطيس بيشده، وهو مش فاهم ليه من أول يوم شايفك على فكرة. سواء بقى هو كان صرح لك بحاجة زي دي ولا لأ. دلوقتي هو متضايق قوي لأنك أنت حطيته في موضع اختيار، إنه أنت لازم تختار، فحطيته في موقف صعب بقى يعني، إنه لازم يعمل حاجة، لازم ياخد موقف. وأنا بشوفه دلوقتي متردد بشكل كبير، مش قادر يستغنى عنك، وفي نفس الوقت مش عارف يقرب لك لأنك حطيته في موضع صعب. احنا ظهر لنا طاقة الزواج في بداية العلاقة، فقد يكون فعلا الشخص ده متجوز، فمش مش سهل بقى انه يتخلى عن الزواج ده، وبالتالي انت حطه في موقف صعب جدا، هو مش عارف يعمل ايه، ومش عارف يتصرف ازاي، مش عارف يمشي من انه طريق. فهو حاليا في مرحلة تقييم الأمور، بيقيم أموره علشان يعمل اختيار يعني. بس هو دلوقتي شايف انه انت نوعا ما ممكن تكون مشيت للأمام، مش همك، ما بتبصش وراك، هو عارف ان انت بتحبه، ولكن شايف هو كان مفكر مثلا ان حبك ليه هيضعفك، فهيخليك تقدم تنازلات او يعني تسمح ببعض الحاجات، لكن هو شايف انه انت اديت ظهرك ليه تماما ومشيت للامام، ومش فارق معاك، او حتى ان كان فارق معاك فانت مش هتقدم تنازلات برضو، وهتدي ظهرك للعلاقة وهتمشي، لانه انت عندك مبدأ انت مش هتتنازل عنه يعني. ودي الرسالة اللي انت بتحاول توصلها له، واللي فعلا وصلته، انه خلاص انت مش هتتنازل عن مبدأك، ومش هتتنازل عن الموقف اللي انت واخده يعني. خلينا طيب نشوف ملائكة الحب هيقولوا ايه. عبر عن حبك، unrequited love، حب غير مرغوب فيه. هو اللي حاسس ان حبه غير مرغوب فيه، وانك خلاص مشيت للامام وما بقتش عايزه، وما بقتش تفكر فيه، لانه من الواضح ان انت مطنشه جدا ومبتتكلمش معاه خالص على فكرة، يجوز من خلال التخاطر فقط، لكن مفيش اي تواصل فعلي او اي كونكشن فعلي بيحصل ما بينكم. وبشوفك انت مطبق الصمت العقابي على الشخص ده، وعلشان كده هو حاسس ان حبه غير مرغوب فيه، علشان كده يمكن قالك عبر عن حبك لو انت ستيل لسه عايز الشخص ده، ونفسك انه يكون في فرصة ما بينكم، حاول تعبر له عن حبك يعني، سواء انت قابل بقى وضع العلاقة او لا، طبعا انت حر يعني. ففي حب متبادل اكيد، ولكن هو ابتدى يشك انه انت خلاص ما بقتش تحبه، وما بقتش عايزه، انك مشيت للامام. فلو خلاص انت مشيت للامام ده اختيارك، لكن لو لسه عايز الشخص ده حاول تعبر له عن حبك، حتى من غير ما تقدم تنازلات يعني، عادي انا لسه مهتم ولسه بحبك، ولكن برضو مش هديلك فرصة غير لما تنفذ شروطي، انا لسه باقي عليك وباقي على العلاقة، ولكن بشروطي انا مش هقدم تنازلات. فحاول توصل له الرسالة دي لو فعلا انت لسه مهتم بيه ولسه عايزه يعني.
خلينا برضو نشوف الانجل انسرز هيقولوا لكم ايه. في هنا طاقة برج الدلو ظاهرة كتير، برج الاسد، الميزان، السرطان، القوس، الثور. نو و سكسس. ف يعني حاول تغير طريقتك لو انت فعلا لسه مهتم بالشخص ده ولسه عايزه، حاول يعني تظهر له بعض الحب مش كل الحب، حاول تظهر له بعض الحب عشان تبين له ان انت لسه مهتم بيه علشان ما يمشيش، وهتقدر تنجح في انك توصل للي انت عايزه ان شاء الله. فهنا بيقولك بقى it's up to you، القرار راجع ليك. هل هتحب تظهر له شوية حب، تنقط عليه كده نقطتين علشان تجرجر وراك وتبين له يعني ان انت لسه مهتم بيه، او لو عايز تقفل المجال ده خالص وما تعملش حاجة، فبرضه في الاول وفي الاخر القرار راجع ليك. يعني خلينا طيب ناخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقولك ايه. الديفل بيقولك ان هو مش عارف ينساك، مش عارف يبطل تفكير فيك، مش عارف يعني هو حاسس ان انت انهيت الموضوع ده وانهيت القصة دي، والموضوع ده بيزعجه بشكل كبير جدا يعني. فبيقولك انا متضايق قوي، متضايق قوي ومتعلق بيك، مش عارف اشيلك من بالي ومش عارف ابطل تفكير فيك. ممكن اكون ما بشوفكش، ويمكن هما بيقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب، ولكن انت بعيد عن العين وقريب جدا من القلب. كل ما بتبعد عن العين كل ما بتقرب للقلب. يعني دي المسج بتاعته ليك بصراحة. يعني بشوفها قراءة جميلة. ده برج الجدي بالمناسبة علشان احنا ما قلناهوش يعني. خليني طيب اخد لكم مسج كمان من هنا. فلاور باور، حاول تقضي وقت كافي في الجناين، تتفرج على الزهور والورود وتشم ريحتها وتستمتع بيها. من خلال المديتيشن ده هتقدر ان انت توصل لقرارات كتير وتوصل لنتائج كتير، وفي رسائل كتير هتجيلك، وفي طاقة شفاء هتكون محيطة بيك. فحاول قدر المستطاع يعني تقعد في مكان فيه زهور وتعمل مديتيشن، ده هيفرق معاك بشكل كبير يعني. فحاول تعمل كده. ده كان بالنسبة لكم أول اختيار. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده. ونروح بعد كده لتاني اختيار، الناس اللي اختارت الحجر الأزرق. غالبا بقى انت والشخص ده اوضته فار يعني، فهمني انت تهتم بيه، هو يديك كده وش معين غريب ويطنشك، بعدين انت تطنشه فيقوم هو يهتم بيك. فعارف انت انتوا اوضته فار كده يعني. ممكن تكون العلاقة دي كراش او علاقة عادية عادي، بس انتوا اوضته فار يعني، انت تهتم بيه شوية يتجاهلك، هو يهتم بيك شوية انت تتجاهله، يعني هي العلاقة ماشية كده الصراحة يعني. فممكن تكونوا مثلا زملاء في العمل، زملاء في الشغل، او حتى ازواج،
ولكن الاهتمام ما بينكم مش متبادل، يعني الاهتمام ما بينكم عكسي. في الوقت الحالي انا بشوف انه يعني اخر مرة كنت انت اللي مهتم بالشخص ده وانت ما زلت مهتم بيه، ولكن هو اللي كان حاطط حاجز يعني، وما زال هو حاطط حاجز في الوقت الحالي وانت اللي مهتم بيه. فانا بشوف انه بادئ ان هو يهتم بيك تاني يعني. ممكن برضو لبعضكم تكونوا منفصلين وبتفكروا ان انتوا ترجعوا لبعض، والشخص ده مثلا عامل لك بلوك في الوقت الحالي، بس هو بيفكر فيك على فكرة. حتى وهو عامل لك بلوك بشوفه بيفكر فيك، ويعني بيفكر في اخذ خطوة تجاهك. لبعضكم ممكن يكون الشخص ده أكبر منك بشوية بمراحل، ممكن يكون الأستاذ بتاعك أو حد مدير مثلا، أو ممكن يكون عادي من سنك ولكن يعني في بوزيشن كويس يعني. المهم إنه أنت مهتم بيه أوي وبتحبه، هو متباعد ومهتم بيك هو كمان، أنتوا الاتنين بتدوروا على فرصة تانية وبتدوروا على فرصة جديدة في العلاقة دي. في أول تعرفكم، أول ما الشخص ده شافك هو حس إنه يعرفك قبل من قبل كده، ويجوز قالك ده بالفعل. ممكن يكون سألك يعني شكلك مألوف عليا، أنا شفتك فين قبل كده، أنت تقرب لحد، أو يعني كان بيشبه عليك وفعلا حس إن هو يعرفك من قبل كده. ويعني هو ما زال على فكرة متأكد من الشعور ده، حتى لو يعني مفيش إثبات أو مفيش دليل إن انتوا تعرفوا بعض من قبل كده. هو لما شافك حس بالألفة معاك وحس إن انتوا تعرفوا بعض من سنين يعني. و يعني لحد النهاردة عمال يفكر ممكن يكون شافك فين قبل كده، وإيه سر إنه شكلك مألوف بالنسبة له يعني. كمان هو شافك إنه انت كنت شخص روحاني قوي وعندك علم ومعرفة، شخص مثقف، شخص طيب أوي أوي وكريم جدا يعني، شايفك بتهتم بالناس اللي حواليك. ممكن كمان يكون شايف انه انت مريت بمراحل صعبة كتير في حياتك وتعلمت من الصعوبات اللي انت شفتها، وعلشان كده انت شخص مثقف وشخص خبير جدا وعندك علم ومعرفة كبار. ممكن تكون مثلا بتسمع أكتر ما تتكلم، وما تقولش أي معلومات غير لما تطلب منك، يعني ما بتفرضش نفسك على حد. لو حد بيتكلم في موضوع ما بتحشرش نفسك، بس لما بيطلب منك بتقول الرأي الصح وبتقول الرأي الصواب، وبيكون هو أصح رأي يعني. فهو شايف إنه أنت كمان عندك علم ومعرفة، هو انبهر بيهم. بس هو هيتجنن بقى يعني. اكتر حاجة شغلة الصراحة ان هو كان عايز يعرف ممكن يكون شافك فين قبل كده. بعد فترة يعني، بما انه العلاقة ما بينكم قط وفار، حتى مش شرط قط وفار ان انتوا بتتخانقوا كتير وبتغيبوا وتنفصلوا، لا ممكن تكونوا قط وفار حتى في الاهتمام. ممكن يكون زملاء مثلا في الشغل ومفيش ما بيننا اي علاقة غير سلامات مثلا، بس تلاقي في ايام بسلم عليك وببتسم لك وايام بتجاهلك مثلا. فاللي هو ممكن تكون قطوفار كده، او احنا متجوزين عادي بس اوقات بهتم بيك واوقات بنشغل عنك. فممكن تكون برضو يعني على حسب طبعا مستوى كل علاقة، دي قراءة عامة، فانت يعني خدها حسب ما تفهمها او حسب ما تحللها انت يعني. واتمنى تكون الرسالة وصلت او الصورة وضحت يعني. فانا بشوف انه دلوقتي في شوية يعني من التجاهل او من التباعد ما بينكم، مطنشين بعض، ما بتتكلموش زي زمان او ما بتهتموش ببعض زي زمان، ولكن عينيكوا على بعض يعني. انت بتبص عليه كده من بعيد، جه امتى، بيعمل ايه، اخباره ايه، بتسرق نظرات كده. ها كمان بيعمل نفس الحاجة. حتى لو في ما بينكم بلوك وما بتشوفوش بعض، ما بتشتغلوش مع بعض،
في تخاطر ما بينكم شغال وحاسين ببعض طول الوقت يعني. ف انا بشوف انه انتوا تعلقتوا ببعض اكتر دلوقتي. يمكن في بداية العلاقة كان يعني ايه منبهرين ببعض، بتتعرفوا على بعض، بتكتشفوا بعض، بتعرفوا شوية حاجات عن بعض، وبعدين حصل شوية تباعد. دلوقتي الانبهار بيبتدي يتجدد ولكن بصورة أكبر وبصورة أدق. عارف انت لما تشوف حد مبهر كده يخطفك وتهتم بيه وبعدين يختفي، انت بقى بتنجذب ليه أكتر وبيكون عندك الشغف ان انت تعرف أكتر عن حياته. بالظبط ده اللي حصل ما بينكم. هو أول ما شافك انبهر بيك وكان معتقد ان انتوا هتقربوا من بعض اكتر، ده ما حصلش، فده خلاكوا تتشدوا لبعض اكتر، خصوصا انكم ما بتتكلموش. فهو ده اللي حصل. هو كمان كشكل يعني ممكن تكون انت يعني شكلك عادي جدا، بسيط جدا، ولكن حلو قوي برضه، هو منجذب ليك جدا. يعني ممكن تكون انت مهندم في لبسك، مهتم بنفسك وكل حاجة، ولكن مش بالشكل الأوفر اللي يلفت أنظار الناس من حواليك. مع ذلك هو برضه منجذب لك أوي يعني، فهو مشدود ليك، مشدود إنه يقرب لك أكتر، مشدود إنه يعرف الأكتر عن حياتك ويتعمق في حياتك أكتر. بشوف إنه فضوله زاد أكتر إنه يقرب منك ويتعرف عليك أكتر يعني. خلينا طيب نشوف ملائكة الحب هيقولوا ايه. unrequited love، حب غير مرغوب فيه. بصراحة انتوا الاتنين حاسين نفس الشعور ده، كل واحد منكم حاسس ان هو غير مرغوب، وعلشان كده انتوا قطوا فار شوية تقربوا، تحسوا ان انتوا يعني مش مهتم بيكم فبتبعدوا. فهي كده دايرة كده وعمالين تلفوا فيها، بسبب ان انتوا الاتنين كل واحد منكم حاسس ان التاني مش عايزه، لكن في الحقيقة انتم مهتمين ببعض قوي وفي ما بينكم شغف كبير يعني. فبيقولك حاول تسمح لروحك ان هي تستمتع بالشغف ده وتتبسط. انتوا الاتنين بصراحة محتاجين تعملوا كده. في بلوك، في حاجز، وعلى الاغلب الحاجز ده جاي اكتر من ناحية الشخص ده مش من ناحيتك انت. ممكن يكون الشخص ده تعرض للرفض كتير علشان كده ما بيحبش يبادر، او لما بيجي عن حتة انه خلاص هيكلبش في علاقة فتلاقيه بيهرب، فتقوم تهرب انت كمان. فبنسبة كبيرة البلوك ده جاي من ناحية الشخص ده، مش شرط يكون بلوك سوشيال ميديا او بلوك طاقي يعني، او بلوك بيحصل لما يحس انه هيتكلبش في علاقة. فهي دي المشكلة برضو يعني. خلينا طيب نشوف الـ Angel Answers هيقولوا لكم ايه. ريكفري، في تشافي هيحصل، وان شاء الله الشخص ده هيتشافى من الموضوع ده ويطلع لك كنايس اللي انت عايزه هيكون. فخليك ايجابي وتأكد يعني انه اللي انت عايزه هيكون، وانه في تشافي هيحصل ان شاء الله. طب خليني كده اسحب لكم كارت واشوف هل هيكون في ما بينكم فرصة. بإذن الله، بس في توازن لازم يحصل الأول، وفي تشافي هيحصل، فأنت هتحتاج تستنى بس شوية، مش كتير يعني، لحد ما التشافي ده يحصل. كل القراءات اللي بنعملها طاقتها شهرين، فإن شاء الله خلال الشهرين دول يكون في فرصة يعني. طيب احنا معانا أبراج، في برج الدلو، برج الميزان، الحوت، الأسد، السرطان. الحوت قلناه، وأكيد الطاقات كلها موجودة. فخليني كمان اخد لكم كارت من هنا.
do some research. بصراحة انتوا الاتنين بتحاولوا تعملوا كده، ما تتوسوش يعني، محتاجين ان انتوا تجمعوا معلومات اكتر عن الموقف الحالي. المعلومات دي هتساعدكم في اخذ القرار، فانتوا محتاجين ان انتوا تعرفوا بعض اكتر. وهنا طالع انه في طاقة شفاء محيطة بيك بتدعمك في الموقف الحالي، سواء انت او هو. بس الاكيد ان في تشافي هيحصل للشخص ده، وفي توازن هيحصل له، وإن شاء الله يعني يكون في ما بينكم فرصة خلال الشهرين دول. فعلشان كده قالك do some research، انت محتاج تجمع معلومات عنه وتفهم أكتر ايه اللي وصله للمرحلة دي يعني. خليني برضو أخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقولك ايه. بيقولك انه في صعاب كتير هو مر بيها في حياته، انت ما تعرفش عنها اي حاجة، وانه بيفضل بالليل بقى يعيط ويفكر كتير في اللي حصل له، ويأنب نفسه انه مش عارف يكون معاك في علاقة ناجحة، وانه مش حاسس بالتوازن يعني، وانه لما بيقفل من ناحيتك او بيهرب منك او كده هو ما بيكونش مبسوط لده، وبيحس بالذنب وبتأنيب الضمير. فبيقولك انت مش فاهم انا بفكر فيك ازاي، وزعلان ازاي، وبشعر بالعجز ازاي، انه انا ما بعرفش اكون في علاقات ناجحة يعني. ده برج الجوزاء برضو بالمناسبة يعني، عشان احنا ما قلناهوش. فربنا يكون معاكم بصراحة يعني. بس anyway نقدر نقولكم مبروك، وانه ان شاء الله هيكون في ما بينكم فرصة. فإحنا محتاج نكون متفائلين ونبص للجانب الإيجابي ده ونتعلق بالأشياء دي يعني. فبتمنى لكم طبعا علاقة ناجحة وعلاقة مستقرة وحب صحي متوازن يعني. ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل او اكتر، لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.